تعرفي از وركينج مام اللي اكتشفته بهلا فتره كورونا وركينج فروم هوم وكل هول القصص اللي واجهنيهم ذا نيو نورمال، كان انه بتختبري القصص الجايد لاينز ذات يو سيت اذا كانت مات ولا لا. اللي بحسه انه از وركينج مام بيطلعوا اولادها independent أكثر، لأنه بمطارح بتعوديهم يفكروا بطريقة يعزوك بس كسبورت أكثر ما يعزوك كdependency. يعني أنا بشوفها بالفصل بنتي it's enough for her تعرف أني موجودة بالبيت physically، هيدا بقدي أنه تاخد علامات عالية، تاخد قراراتها، تتصرف لحالها. مزبوط أنا بغيب من عبكرة لعشية وبشتغل ساعات طوال لأنه شغلة بيطلب هيدا الموضوع، بس في سيستمز بالبيت، في سيستمز وفي هابتس وفي تايمينج لكل شيء. وهيدا اللي كنا عم نحكي فيها أنه بس تعودي للولد يكون عنده goals وبتعطيه التراجيه كيف يوصل للgoals تبعوله، مثل ما بتتعاطي فيهم بالشغل، بالشغل بتحطي goals you set a plan أو a roadmap that نقدر to achieve the goals. And this is what I do with the family. يقدر كل حدا يكون بمطرحه self-sufficient. أكيد بأثر، يمكن لازم أقضي وقت أكتر، عيش مراحل التوينز تبعولي أول مشوي، أول مرة قالوا ماما بسمعه أنا تاني حدا، بس ما بيأثر، هول الميموريز حيتكرر وما بيهم يكونوا أول مرة، المهم يكونوا موجودين، يكونوا محطوطين بإطار مزبوط، لأنه الولد بيطلع بأهله as role models.